أنا دي محمد فوزي، طالبة في الصف السادس الابتدائي وأنا في مدرسة الزهراء الإسلامية الخاصة، وأنا هوايتي الشعر والرسم، ودخلت وأنا بتدرب كونغ فو وشاركت في بطولات كتير بما فيهم بطولة الدوري الإفريقي. ياسين أحمد محمد منصور سلامة، أنا في سنة ستة مدرسة ميت خلف الابتدائية. هوايتي المفضلة الاقتصاد المنزلي. يعني الاقتصاد المنزلي تحبه ليه؟ بحبه عشان هو يعني بنقعد نكتب فيه ونقرا فيه ولا تاكل فيه؟ لا مش عشان ناكل. اسمي ادم تامر يحيى زويل، بحب المسرح وعلم الفلك، واكتر حاجه بحبها علم الفلك علشان بعرف فيه مدار الكواكب، وفي حاجات كتير عرفتها عن مدار الكواكب، وعرفت الكسوف والخسوف وحزام الكواكب. نفسك تبقى ايه لما تكبر يا زويل؟ نفسي لما اكبر اكون عالم فلك. انا زيد محمد فوزي، طالبه في الصف السادس الابتدائي وفي مدرسه الزهراء الاسلاميه الخاصه، وانا موهبتي الشعر والرسم، لان انا اديت ده كويس وشفت الناس بتسقف لي على المسرح ومنتبهين ليا وانا بقول. اهلا، انا رودينا عماد الدين عفيف احمد سروجي، انا في اولى اعدادي. بتشارك النهارده في جامعه الطفل ليه بقى؟ لانها بتاهلنا للمستقبل وبتورينا كليات على ارض الواقع وبتخلينا بتشوفها وبتخلينا نحضر. نفسك في كليه ايه لما تكبر؟ انا نفسي في كليه الطب. ادب؟ كليه الطب. طب ان شاء الله. ليه كده اسمها الطب يعني؟ طب لان انا بحب ان انا اساعد الناس، وان انا ان انا اساعدهم في التمريض. بابا شغال ايه؟ لا بابا في الاعلام. في الاعلام؟ ما كنتش اعلام. لا بس انا بحب الطب. ربنا يوفقك يا رب. يلا شكرا. عرفنا شويه. انا فرح عماد السروجي، اولى ثانوي. قول لي بقى انت اولى مدرسه ايه؟ الثانويه القديمه بنات. اختي في جامعه الطفل. انت تعرفي ايه عن جامعه الطفل؟ جامعة الطفل ده برنامج بياخد الجيل ده بيعرفهم الكليات على أرض الواقع، بحيث ان هم يكتشفوها ويشوفوا نفسهم هيكونوا في ايه وميولهم هيجيب ايه. انت عايزة تبقى ايه لما تكبر؟ ان شاء الله هندسة. ليه؟ كنت حابة الحوار ده لانه انا بحب الحاجات العملي وبحب كمان قسم الالكترونيك فيها، فحابة اطلع حاجة زي كده. خالد محمد علي عباس، طالبة في تانية اعدادي. شاركت النهارده في ايه؟ شاركت النهارده في جامعه الطفل وحضرنا المؤتمر الافتتاحي بتاع جامعه الطفل. ايه الحاجات الجميله اللي لقيتيها النهارده عجبتك؟ طبعا الحضور، وطبعا التنظيم بتاع الحفل، وكل حاجه عجبتني هنا. عايزه تبقي ايه لما تكبري بقى؟ عايزه ابقى دكتوره. ليه؟ عشان اساعد الناس واعالج الناس. بابا بيساعدك ازاي؟ بابا بيساعدني اللي هو بيقدم لي في حاجات زي دي وبيعرفني حاجات زي دي ويخليني اقدم في جامعه الطفل. يلا ربنا يوفقك. يلا اهلك. احمد محمد ابو المعطى محمد. سنه كام؟ اولى اعدادي. قول لي بقى بتعمل ايه في جامعه الطفل؟ بتعلم عشان استفيد واستخرج معلومات واتعلم عده مجالات في جامعه الطفل. ايه اللي عجبك النهارده في الجامعه؟ النظام واللي هما يعلمونا حاجات كتير احنا ما كناش عارفينها. تكبر عايز تبقى ايه بقى؟ مهندس الكترونيات. ليه؟ لان عايز اعرف اصنع ازاي التليفونات والكمبيوتر واللابتوب كده. صوتك بتساعدك ازاي بابا وماما كده؟ مثلا بتشجعني ان انا اذاكر وبتقعد معايا تذاكر معايا وبتشجعني ان انا اطلع. انا نرمين احمد محمد، والدي طالب مالك احمد ابو المعطي. قولينا بقى يعني جامعه الطفل شايفينها ازاي وايه الفايده منها؟ والله انا شايفه جامعه الطفل ان هي فعلا المستقبل، وهو اللي يعني كنا نتمنى ان ده يبقى التعليم السائد اصلا في كل المجالات، وده يبقى ده طبيعي اصلا في البلد ان شاء الله. رساله توجهيها للمسؤولين عن جامعه الطفل بتقول ايه؟ والله اولا حابه ان هم نتوسع اكتر في العدد، وان احنا نستوعب عدد اكبر من الاطفال، لان احنا فعلا عندنا مواهب كتير وعندنا اطفال كتير نفسهم يبقوا حاجه كويسه، بس هو المجال مش يعني ايه مش مساعد.